خالد قحطاني، يعني الغيابات، الأسماء البديلة التي انضمت مؤخراً لقائمة رينارد، كيف سيتعامل معها المدرب خلال الأربعة أيام القادمة قبل المواجهة المهمة؟ هي الفكرة، أو خلينا نقول بلطيفة، يمكن يكون الغياب الأصعب هو غياب الكابتن ياسر الشهراني في ظني أنا، لأنه ياسر يكاد يكون يعني اللاعب الأول أو اللاعب الوحيد اللي كان يرفض إيرفي رينارد أنه يستدعي له بديل في نفس المركز. ففي بداياتنا في التصفيات كان يستعين بعلي بلاهي كظهير أيسر في كثير من الحالات، تنتهي المباريات التحضيرية بعد ذلك بدأ يدخل خلينا نقول ناصر الدوسري في هذا الجانب. صعود ناصر للأمانة واحد مثل ناصر الدوسري متعب الحربي نفس الحال، خلينا نقول يحسن هذا الأمر إلى حد ما، وإن كان متعب غير مستدعى، ولكن على قائمتنا اليوم ناصر الدوسري لاعب يحسن حالنا في هذا الجانب، لأنه بنفس المهمة بنفس الأداء بنفس المتطلبات كان مضطر ليوناردو جارديم أن يستعين ببديل ياسر الشهراني في هذا المركز، وكان اقتدار ناصر الدوسري للأمانة في ذلك رائع ورائع جدا. فهذا يهون علينا الأمر يعني إلى حد ما، ولكن في مجمل المباراتين وبلطيفة لو هي مباراتين خارج الميدان أمام فيتنام وأمام أستراليا، في ظني أنا لو خرج من كلا المباراتين بثلاث نقاط وكان محصولنا في ست جولات 15 نقطة سيكون أمر يعني ممتاز، وإلى حد ما يحافظ على أفضليتنا، خصوصا أننا وقتها بنكون من الست جولات قضينا ثلاث جولات من خارج أراضينا أمام فيتنام وأمام عمان وأمام حتى أستراليا، فبيكون معدل ممتاز لو وصلنا إلى 15 نقطة. لو أخذنا أربع نقاط من هذه الجولتين بلو التعادل قلنا مع أستراليا وانتصرنا على فيتنام بإذن الله، سيكون المعدل جدا رائع، بالرغم أنه تعادل لنا معدل جدا رائع وهي معدل 16 نقطة، فإنك توصل إلى 16 نقطة وفي واحدة من المباريات اللي هي مباراتك مع أستراليا تجمد الفارق ما بينك وبين أستراليا اللي هي أقرب المنتخبات لك اليوم بالتسع نقاط وانت 12 نقطة وما عداكم بالست نقاط، فهذا أمر رائع جدا ومكسب أنك تجمد أستراليا عند هذا الجانب على أرض أستراليا، وبعد ذلك ممكن تكون مباراتك معهم في مستقبل الأيام تحصيل حاصل إذا استمرينا على هذا الفارق واستمرينا على هذا الأداء. فالأربع نقاط بتكون جدا رائعة للأمانة، بتكون معدل مرتفع على الست جولات، نحن ناخذ 16 نقطة بيكون معدل جدا مرتفع وممتاز. إن أخذنا ثلاث وافترضنا أنه لا سمح الله خسرنا أمام أستراليا وعوضنا ذلك بانتصار أمام فيتنام، فإحنا ترى ما خسرنا شيء، تستمر أفضليتنا كما هي ونستمر في خلنا نقول السقف الأعلى لهذه الجولة، ما في منتخب بيجاوزنا بهذه النقاط، وهذه الأمانة أبو لطيفة لذت نحن ما تعثرنا ابدا وما حتى خسرنا وتعادلنا طوال الجولات الماضيه، فمنتخبنا في وضع نقطي مطمئن الى حد كبير على خلينا نقول معدلات التصفيات كاس العالم 2018، 19 نقطه 18 نقطه كانت تؤهلك مباشره، بل ان كوريا الجنوبيه ب 15 نقطه تاهلت صحيح. في مونديال 2018، فمعدلنا يعتبر جدا ممتاز، اتمنى باذن الله ان احنا نستمر مثل ما كنا.